طيب هذه المباراة أكبر حدوتة طلعت منها اللعب والنتيجة، الأداء ومين كسب، فلان كسب بس التاني لعب، وشفنا الحدوتة بين الاتنين. ده خلانا عايزين نقول للناس انتوا عايزين ايه؟ عايزينها لعب ولا عايزينها نتيجة؟ احنا غلبنا معاكم لأنه قبل كده في الواقع هتشوفوا قبل كده أكل ولا بحلقة صحيح. طيب خلينا نقول بحسب إحصائيات المباراة اللي عداها لينا الدكتور عمرو عبيد محلل الأداء في مجلة الأهلي، والراجل الحقيقة يعني حد دقيق علميا في المسألة دي، هو هنعرض البيانات والتحليلات وأرقام هذه المباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا وآخر مباراتين، لأنه الغريبة تسمع ناس كتير من الإخوة الزملكاوية حتى الناس بتكتبها في الإعلام، الزمالك تفوق في آخر ثلاث مباريات، آخر ثلاث مباريات الزمالك متفوق، معرفش الثالثة هي إيه. افتراضي افتراضي افتراضي، قال لك لو كنا رحنا الاستاد ما انسحبناش ماتش الاتوبيس كنا هنكسب. يعني هما مباراتين الزمالك كسبهم بركلات الترجيح في ابو ظبي و3-1، وارقام الماتشين دول بص، ما هو انت مش المنافس هو حر، مش هيغلب، تستحوذ وفي كل الارقام يقول لك العبره بالنتيجه، احنا خططنا وعملنا وصلنا النتيجه اللي احنا عايزينها. طيب تكسب بالنتيجه يقول لك لا، العبره بالاداء والاستحواذ، دائما في لا. اذا انت طالب انك انت تبقى في استحواذ وفي لعب وفي نتيجه وفي لا، ده ممكن يحصل، بس في كام ماتش وفين بيحصل؟ عايز اكل ولا بحلقه؟ طب انا لا انا اكل طبعا، بحلقه نعمل بيها ايه؟ عايز اكل. طيب لا وانا عايز اقول لك حاجه، انا هراجع موضوع معاك وهثبت لك دلوقتي حاجات مهمه جدا في هذه المباراه. طيب بصوا بقى في المباراه، مباراه نهائي دوري الابطال، نسبه الاستحواذ الاهلي 46 الزمالك 54. طبعا في بعض المحللين لا عشان خاطري اختلفوا فيها. انت بتقول مين اللي عمل ده؟ عمرو عبيد بتاعنا. كويس. طيب كل الاحصاءات اللي طلعت كانت 51-49. شوف احنا بقى لما بنعمل الشغل هناخد الادق، هناخد الاسلم، الامانه. تصور انت بقى انت وانت بتعمل شغل جاي على انت نفسك. ليك حسبه. طب وافرض انها 54-46 ده يعني هو ال طيب احنا بس علشان نوصل لنقطه، هو اكل ولا بحلقه؟ هو لعب ولا مكسب؟ نسبة الاستحواذ 46-54، إجمالي عدد التسديدات الشوتنج الأهلي عنده 9 والزمالك عنده 12 لغاية دلوقتي، رقميا الزمالك متفوق في الأرقام. تسديدات بين القائمين، يعني أنت بتشوط في أي حتة. طب التسديدات الخطرة بقى اللي هي للهدف نفسه بين القائم والقائمين والعارضة، الأهلي عنده 5 والزمالك عنده 4، يعني أهي الخطورة ما كانتش للزمالك، التسديدات الخطره كانت للاهلي. تسديدات داخل منطقه جزاء المنافس قريبين، الزمالك سدد 6 الاهلي سدد 5. الفرص التهديفيه الحقيقيه اللي كان ممكن تصنع اهداف، الزمالك عنده استحواذ حلو اكتر نسبيا. طب عملت ايه بالاستحواذ؟ لما تلاقي رقميا فرص الاهلي التهديفيه 6 وفرص الزمالك التهديفيه 4، يبقى الخطوره فين؟ لما تلاقي عدد اجمالي الهجمات، الاهلي عمل 39 هجمه الزمالك عمل 46 هجمه، بس الخطوره كانت اكتر للاهلي. نسبه الهجمات المكتمله 31% ل 43%. عدد التمريرات العرضيه، الاهلي ما بيلعبش كوره عرضيه، دي ده سيستم لعب موسيماني، فالاهلي عنده 15 الزمالك عنده 24. اجمالي عدد التمريرات 339 اهلي 400 زمالك. نسبه دقه التمريرات تساووا فيها، لا 82 و89%، الاهلي اكتر سنة، الاهلي اكتر سنة. انا هنا عايز اتوقف عند الجدول ده. ثلاث ارقام استلفتوني. اولا رقم الاستحواذ ما هوش كاسح، قريب. وهو بيبقى الاستحواذ عباره عن ايه؟ يمكن ظروف المباراه ادت الى هذه الارقام. بمعنى انت دخل فيك جون، جبت جون في اول ربع ساعه، في الربع ساعه دي حضرتك اللي مستحوذ، حضرتك الاخطر، حضرتك اللي بتوصل الجون كنادي اهلي. ايوه. طب جبت الجون وانت عايش هم هذه المباراه،
واهتمامك بيها وعارف قدر أهميتها بالنسبة لك قبل ما تكون مع المنافس التقليدي. أنت مش معقول هتفضل توصل نهائيات ما تكسبش البطولة. فحجم الحرص على الفوز أوتوماتيكلي لازم هتبتدي تلعب بشكل تاني في ارتداد شوية وتسيب نص الملعب عشان تأمن. بيتيح فرصة إن المنافس يستحوذ وينقل. إذن هو لكن هل هذا الاستحواذ جه في الأرقام المهمة بقى اللي هي عبارة عن إيه؟ تسديدات بين القائمين والعارضة 5 للأهلي و4 للزمالك. إذن الأهلي هو الأكثر إيجابية ودقة على المرمى. طيب الرقم الثاني المهم جدا الفرص التهديفية 6 للأهلي 4 للزمالك. إذن الأهلي أكثر فرصا رغم ما يبدو من سيطرة على أنحاء الملعب. الرقم الثالث نسبة الدقة متقاربة بس برضو الأهلي 82-89 والزمالك 82-75. إذن أنت وأنت حتى في الموقف المتحفظ الدفاعي إلا أن نسبة دقة التمريرات ما فيهاش التوتر بقى فيها برضو انك بالوعي وانك بتعمل ايه وبتطلع الكره من رجل لرجل وده اسلوب موسيماني عشان ناس كتير قال لك المدرب فين المدرب بالزبط. هو المدرب وانت قلت كلمه لازم الناس تتوقف عندها وانت حضرت شويه تمرين وكنا بنتناقش هو اسلوب ان الكره تبقى على الارض اكتر بالظبط دي على حساب الكره العرضيه مين اللي بيتظلم في القصه دي واحد زي الفيرود طبعا الفيرود باجو ومروان لان هم اللي هيتعاملوا مع كرة عرضية أسهل لهم بالظبط المواجهة مع المرمى أصعب حاجة الانفراد ده أصعب حاجة في كرة القدم قرار السهل أصعب حاجة في مسؤولية فكتر الحرص بيخلي الشحات يحطها في العرض عايز يبعدها قوي عشان الجون ما يجيبهاش جت في العرض فرصة محققة إذن ظروف المباراة أدت إلى هذا الشكل من الاستحواذ والله يا استاذ ابراهيم ومع ان الفرص التهديفيه الاهلي افضل انا عايز اقول لحضرتك حاجه في اتفاق بين كل الناس اول ربع ساعه اهلاويه طبعا خلاص طبعا ادي ربع ساعه في الشوط الاول انا اتفرجت من الدقيقه حاجه و60 لحد نهايه المباراه يعني حوالي 60 دقيقه في الاعاده اتفرجت على في الاعاده طلعتها من على اليوتيوب قلت لازم اشوف ايه الحكايه هو في ايه والله لو تتفرج على النص ساعة دي هتشوف النادي الأهلي وحجم استحواذه وحجم تهديده وحجم والزمالك بعد ما دخل فيه الجون وصل في الاريا عندك بالكور الطويلة لأنه خلاص ما أصبح النص الملعب بتاع النادي الأهلي فأدي نص ساعة في الشوط الثاني ربع ساعة في الشوط الأولاني إذن هناك تقاسم ولكن الأهلي لعبها بشكل مؤثر على المرمى بدليل هذه الارقام يبقى النهارده الارقام دي وانا ليه بقول الارقام هتشوف بقى الماتشات اللي احنا خسرناها بضربات الترجيح واللي خسرناها 3-1 مفيش رقم هرب منك بعد الفاصل المهندس عادل شاف ان دي اكل البحلقه بعد الفاصل